بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي درس الاكسل الخاص ببعض التعريفات المهمه في الاكسل. اول حاجه هنعرف الشاشه هنا، ده شيت الاكسل مفتوح على اليمين اهوت، شيت فاضي، وعلى الشمال في الاكسرسايز اللي هو عايز يعمله. بيبدأ بيقول لي العلامه ديت اللي احنا معلمين عليها دي علامه تو اد بوردر تو ذا تيبل. دلوقتي انا عندي تيبل فاضي خالص، دلوقتي لسه ما كتبتش فيه حاجه اصلا وعايز اشكله. اطلع العلامه ديت اللي هي شكلها بيتغير مع اخر حاجه اخترتها، زي مثلا هو على الشمال عاملها لي بالمنظر ده، دي نفس العلامه ديت اللي احنا واقفين عليها، هي نفسها العلامه دي دلوقتي. طب انا عايز اسطر جدول، اسطره ازاي؟ اختار ان انا هعمل كده واختار مجموعه خانات بالمنظر ده الاول، وبعدين اقول له اعملهم كده اهو خلصوا. طب عايز اخلي اللي فوق يكون هو غامق، اقوم رايح كده واقول له خليه غامق. عايز اخليهم كل اقفل البوكس كله بحاجه غامقه اهو، خلاهم كلهم غامقين. يبقى كده خلصنا الجزء الاول من الاكسرسايز. ماشي. بعد كده في عايز يكتب خانه، مثلا كتب هنا ايه؟ احمد، وجنبها كتب سماهر. ماشي اهوت. وبعدين كتب محمود، وبعدين كتب مريم اهو، الاربعه دول. وبعد كده عايز يقول هنا ايه؟ عوف صمز. بس ما ينفعش يبقى، العنوان صغير كده والاسامي اللي تحته ايه؟ كبيره، او الاسامي اللي تحته زيه، فعايزين نخلي ده يكبر. فنعمل ايه؟ هنستعين بالاوبشن الثانيه دي، ميرج اند سنتر. اقول له خلي خد نقف بالكيرسور ده، شايفينه هنا؟ نقف بيه ونشد كده الخانات دي مع بعضها لغايه هنا، شدناهم خلاص وظبطناهم. هروح على علامه ايه بقى؟ ميرج. فين علامه ميرج؟ اقوم اكبر كده الكادر، علامه ميرج اهي، ميرج اند سنتر، شايفينها؟ لو دوسنا عليها شوف ايه اللي هيحصل هنا. دوس عليها كده، الله، جابهم في النص اهو، جابها في النص، سنتر العنوان خلاها في السنتر. زي ما بقول لك ايه؟ تو سنتر ذا تايتل اند ميرج ذا سيلز. ده اللي حصل فعلا، هو سنتر التايتل وخلاه في السيلز. يا سلام بقى لو اديله لون واديه كده واخليه بولد واكبر الفونت بتاعه، يبقى كده عملت ايه؟ حاجه جميله جدا، احسن من اي جيم. ماشي. بعد كده بنعمل الاتي، بنروح نشوف اذا كان في سامثينج اهوت. يعني مثلا يقول لك ايه؟ نكتب هنا نمبر 1 5 6 8 12 15 20 25 مثلا اهو. طب وبعدين انا عملت كده ايه؟ عايز دلوقتي اجيب لهم حاجه اسمها السم او الافريج. تعالى اقول له اي ارقام، بكتب اهو 30 مثلا، دي ارقام، واخدهم هنا كوبي مثلا بطريقه ثانيه، شدتهم كده مثلا، خليت ده 8 اهو. اي ارقام، اي نمبرز، وكتبت هنا نمبرز غيرها وهكذا يعني اهو. وبعدين قلت له خد لي زيهم تاني هنا. خدنا الارقام ديت بالمنظر ده، وفيها ناقص وفيها زائد وفيها كل حاجه. هنا في الخانه دي هجيب حاجه اسمها السمشن. السمشن اللي هو المجموع، اللي هي بقى ايه دي؟ عايز اجيب الصم بتاعهم، وتحت منهم عايز اجيب الافريج. الافريج كده الاختصار بتاعه اي في جي. زي ما ده لونه ازرق كده، حد كلمه الصم هنا اللون الازرق بتاعها، بدنا اختارها من هنا كده، وهخلي كل دول زيها بنفس اللون. وبرده خانه الافريج اللي تحت هخليها بنفس اللون ده، او مراجع على اللون اللي شبهها هنا واقول له خليها بنفس اللون ايه بتاعها اللي هنا اهو، اللي هو حاجه زي كده. ماشي. طيب اجيب الصم ازاي بقى؟ قال لك قبل ما تكتب اي حاجه اكتب علامه يساوي. دي فانكشن، اي فانكشن في الدنيا بتكتب علامه يساوي. هو واقف في الخانه اللي انا عايز اجيب فيها الصم، واهو وقفت عليها وقلت له يساوي. بعد يساوي ايه؟ افتح قوس، هو بيقول لي اهو افتح براكت برانسيس، وخد من هنا شد من هنا لغايه هنا، شدنا لتحت او من فوق لتحت، وقلت له انتر، خلاص على طول راح ايه يجمعهم مره ثانيه. يساوي صم اوبن برانسيس، وبعدين اختار من هنا لغايه هنا واقول له ايه؟ انتر. قبل السمشن بتاعه هخليه باللون الاحمر عشان يبقى مميز. طيب وبعدين اكتبه تاني هنا؟ معقول؟ لا، قال لك اما تعمل معادله اعملها شد كده بقى، اما تشد المعادله دي يمين يجيبها زي ما هي كده، جاب الصم بتاع دول والصم بتاع دول وهكذا. طب عايز اخليهم كلهم متسنترين، قال لك عادي جدا، اقف على كل الخانات دي وسنترها من هنا، وكمان سنترها من هنا. اتسنترت ولا لا؟ بقت في السنتر ولا لا؟ طيب ايه الافريج؟ الافريج هو بيقول لي الافريج بتاعك هو انك انت تكتب AVG وكذا، او افريج مسافه افتح قوس كذا كذا. طب تعالى نكتب ايكوال الاول،
نعمل مسافة average. اهي هي جت لوحدها، هي تاني واحدة ظهرت، تاني واحدة average، دوست عليها average of what، ماشي اهو equal، مرة تانية equal average، average of what، افتح قوس يا سيدي of كل الارقام دول، هجيب لي الافريج بتاعهم اهو. طب ال 14.5 ايه الافريج؟ مجموعهم على عددهم، وكمان اللي جنبهم اعمل نفس الكلام افريج افريج افريج. خلصنا الجدول خلاص ماشي. بعد كده بيديني الاف ستيتمنت، هنقولها في توتوريال تاني لوحده. شكرا والسلام عليكم. سيد ابو